ايه الفرق ببساطه بين ما تقدمه الجامعه الحكوميه وما تقدمه الجامعه الخاصه؟ لا خليني خلي سؤال عام، ايه الفرق بين الجامعه الخاصه والجامعه الحكوميه؟ ايوه او ما تقدمه. طيب خليني اقول لحضرتك ايه اللي مش فرق. يعني ايه المشترك؟ ايه اللي مش فرق؟ انه الجامعه الحكوميه يصدر بانشائها قرار من السيد رئيس الجمهوريه. والجامعه الخاصه يصدر بانشائها قرار من السيد رئيس الجمهوريه. تمام. ان الجامعه الحكوميه هناك لجان مختصة في المجلس الأعلى للجامعات بتقرر مدى صلاحية المنشآت اللي موجودة والتجهيزات اللي موجودة والقوى البشرية الموجودة لبدء الدراسة في جامعة ما. والجامعة الخاصة هناك لجان مختصة في نفس المكان تقوم بمراجعة مدى صلاحية المنشآت اللي موجودة والتجهيزات اللي موجودة والقوى البشرية لبدء الدراسة. الجامعة الحكومية هناك لجان تسمى لجان القطاع مسؤولة عن الموافقة أو رفض البرامج التدريسية اللي بيتم تدريسها في الجامعات الحكومية. يعني أنا كجامعة حكومية ما أقدرش أدي مادة أو مقرر إلا لما باخد موافقة من اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للجامعات. الجامعة الخاصة هناك لجان مختصة برضو في لجان القطاع مسؤولة انها تديكي موافقة او الرفض على البرامج اللي انت بتقدميها. الجامعة الحكومية يحدد اعداد الطلاب اللي مقبولين فيها المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. الجامعة الخاصة يحدد اعداد المقبولين فيها المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي برضو. المجلس على الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي. المجلس على الجامعات الخاصة؟ ده مجلس يتبع وزارة التعليم العالي برضو في النهاية. تمام. لكن هو معني بالجامعات الخاصة بس؟ لكنه معني بالجامعات الخاصة. طب ايه الفرق بقى ما بين الجامعة الخاصة والجامعة الحكومية؟ ان مصادر تمويل الجامعة الحكومية هي الموازنة العامة للدولة في الأساس. مصادر تمويل الجامعة الخاصة هو المال الخاص في الأساس. طبعا المال الخاص بيكون أكتر. مش دائما، على العكس يعني لا شك ان مصادر تمويل جامعه القاهره اكبر من مصادر تمويل موازنه جامعه القاهره اكبر من موازنه كثير من الجامعات الخاصه. فمش شرط، على العكس المال الحكومي ممكن فوائد كثيره يبقى اكتر. الفرق الثاني ان الجامعات الحكوميه مؤسسات غير هادفه للربح. الجامعات الخاصه ممكن ان تكون هادفه للربح، واللي هي اصلا هادفه للربح، عشان كده عايزين نفرق ما بين الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه. دلوقتي بنتكلم على الجامعات الخاصه. نعم. طب معلش بالمره الفرق ما بينهم يا فندم. الجامعات الاهليه هي جامعات غير هادفه للربح. لها تقريبا نفس القواعد بتاعه الجامعات الخاصه مع فارق انه دي تهدف للربح ودي لا تهدف للربح، لكن يجري عليها نفس القواعد. الفكره انه حديثا بقى من الممكن انه الجامعات الحكوميه تعمل جامعات اهليه. طب اديني امثله كده مثلا زي ايه؟ لا هو لسه ما حصلش، لكن في مشاريع، لانه في جامعه عين شمس متقدمه لها بس لسه. يعني جامعه عين شمس. طب يعني الفايده منها ايه الجامعه الاهليه؟ يعني هستفيد يعني الخاصه هادفه للربح، الحكوميه غير هادفه للربح، مفهومين الجمعيه الاهليه الهدف منها اني اعمل جامعه بمصاريف تساوي التكلفه من غير ما احط هامش ربح في النهايه. طب ما ده كده حكومه. لا الحقيقه المصاريف في الجامعات الحكوميه لا تساوي التكلفه بتاتا. يعني طالب الطب بيكلف قد كذا وبيدفع قد كذا. لا مفيش وجه، يعني الدوله تساهم لكن الثانيه الدوله مش هتساهم. طب الفند بتاع الجامعات الاهليه الجامعات الاهليه منين التمويل؟ لها مصادر تمويل كتير، يعني منها التبرعات، منها الشراكه مع المجتمع المدني، منها المصاريف اللي بتدفع وبتندرج تحت الان جي اوز، المنظمات الغير هادفه للربح. حاجه قريبه الى يعني بينطبق عليها قانون المنظمات. لا بينطبق عليها قانون الجامعات الاهليه. الجامعات الاهليه. طيب تمام اتفضل. فالحقيقه انه انا اجد انه احيانا من المستغرب ان احنا طالما الجهه اللي بتمنح القرار الانشاء واحده، والجهه اللي بتمنح قرار البدء واحده، والجهه اللي بتراجع المناهج واحده، والجهه اللي بتمنح بتحدد اعداد المقبولين واحده، والجهه اللي بتراقب واحده، ليه دايما احنا بنحاول نقول انه في فرق ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه؟ يعني انا الحقيقه اجد انه اذا كان هناك فرق فهيبقى الفرق في انه مصلحه
ايه؟ هيبقى في مصلحه انهي طرف؟ لا الحقيقه لا، لو شايف ان في فرق، لو كان هنا، لا يعني اقول لو كان هناك فرق او تقصير، هيبقى التقصير مرتبط بسوء اداء حد معين، مش بفكره الجامعات الخاصه والجامعات وسوء الاداء ده ممكن يبقى موجود هنا او هنا. صحيح. وبالتالي فانا كون انه جامعه اقل في المستوى لانها خاصه، الفكره دي شايف انها فكره خطا بالكليه. اقول لحضرتك يا دكتور بصراحه، هي الفكره دي ربما عند البعض مرتبطه او جايه من قبل الجامعه، من المدرسه، من الفرق بين المدرسه الحكوميه والمدرسه الانترناشونال او الدوليه. فكره انه ده مش معناه مدرسه دوليه، مدرسه دوليه بتقدم تعليم راقي وهايل، بس فكره انه في دايما انطباع عند ناس كتير انه الخاص ما عليهوش اشراف كويس قوي وصارم قوي زي الحكومه. ده انطباع موجود عند بعض الناس، عشان كده حتى المدارس اولياء الامور يقول لك ايه، هو فين الدوله، فين الرقابه على المصاريف، ده حتى الاوتوبيس غلوه مش عارفه بقى كذا. فالانطباع ده مكمل لغايه الجامعه.